مرحبا معكم أحمد راجح من فريق سمارت. بهذا الفيديو راح نتعرف على مفهوم الكونتينيوس ستات. الكونتينيوس ستات أول شيء بدنا نتعرف على تعريفه، هو فعليا abstract data type. شو يعني abstract data type؟ يعني هو شيء احنا بنعرفه كبروجرامرز. data type نقدر نعمل عليه بعض الفانكشناليتيز. هاي الفانكشناليتيز اليوزر ما بيشوف الامبلمنتيشنز تبعتهم بس بيقدر يوصلهم منه. حلو حلو، هاي فهمنا شو يعني as an abstract data type. طيب نرجع للكونسبت عشان نتعرف على الكونسبت مع بعض بشكل سريع. كتعريف: stack is a restricted data structure where insert and delete operations are applied at a specific ends only. يعني بتقدر تعمل إضافة للستاك أو إنه تمسح منه element من جهة معينة فقط. There's a wide variety of software applications where we need these restricted data structures operations. فهو بفرجيك الفكرة بالستاك إنه هو data structure يعني container تقدر تستخدمه عشان إنه تضيف على هذا الداتا ستراكشر أو على هذا الكونتينر من مكان معين وتمسح منه. فمثلا هون بس تقدر تضيف كتب من فوق، ما بتقدر تضيف كتب من تحت لأنه مثلا يكون تحت مسدود أو على طاولة أو على أرض زي هون، بس تقدر تضيف من فوق. نفس الشيء هون تقدر تضيف من فوق كراسي وتقدر تسحب من فوق كراسي. فالديليت والإنسيرشن بيكونوا فقط من فوق، ما بيكون من تحت، ولا إنه بتقدر مثلا من النص تيجي تسحب كرسي. هذا الحكي ما راح يزبط معك. فهسه خلينا نتعرف على مفهوم ستاك ككود كرسومات بشكل سريع. اول شيء عندي هون مثلا ستاك، هاي الستاك فول مليان فيها سيديات. عندي هون بوينتر بيأشر على السايز وعندي بوينتر بيأشر على التوب. طبعا احنا ما راح ناخذها بالبوينترز، راح ناخذها implemented as a continuous array. بس الفكرة بالموضوع انه زي هيك انه تفهموها، انه اذا فهمتها هسه راح يكون سهل عليك بعدين تفهمها في الداتا ستراكشرز واس بوينتر. بس احنا هسه راح نشرحها as a continuous stack. هسه عندي اول اشي معرف انا array سميتها stack، ومعرف count. count اللي هو عدد ال elements هون بالشو اسمه. فهون مثلا لو كان ال count full يعني ال count بيساوي size، هيكون ال top اللي هو اعلى element اول element بيساوي السايز. بس مثلا لو شلنا عملنا بوب ل element، بوب يعني عملنا ريموف لاخر element، زي ما اتفقنا انه بتقدر تعمل بوش يعني insert او add to the stack من فوق بس على اول element. يعني هون طبعا ضفنا، بنكون اول اشي ضفنا صفر، بعدين ضفنا واحد، بعدين ضفنا اثنين وثلاثة واربعة. بعدين هسا بدنا نعمل بوب مثلا، بنشيل من فوق بس، فوق بنقدر نشيل، نشيل مثلا ونحط بالزبالة، نشيل مثلا ونحط بالزبالة. طيب بعد ما مثلا عملنا ديليت لهدول التو إليمنتس، شو بده يصير عندي بالتوب؟ بالتوب طبعا التوب راح يصير هو الإليمنت الأخير الموجود عندي له فاليو في هذا الستاك. فأتوقع إنه هيك فهمنا إحنا فكرة شو اسمه، فكرة الستاك. فخلينا نتعرف مع بعض على الفانكشنات تبعي. اول شيء عندي الكونستراكتور الخاص فيه، راح يعطي قيمة صفر للكاونت لانه مثلا بالاول بيكون فاضي بغض النظر انه الستاك تبعنا هسه فيه elements، بس بالستاك لما يكون empty اول شيء الكاونت باخده صفر لما تعرف object الستاك. وعندك الدستراكتور، الفكرة فيه انه راح يدمر object الستاك اللي عندك لو انت عملت object منه. في السكوب اللي بيكون مستدعى فيه الدستراكتور. وعندي هون شو اسمه function is empty، وظيفتها تتأكد هل هذا الستاك فاضي ولا مش فاضي. إذا مش فاضي راح ترجع لك true طبعا، إذا فاضي بتكون الكاونت بيساوي صفر، يعني بيكون فيش عندي ولا element. ما له دخل بالسايز، السايز هو عدد ال elements اللي تقدر تضيفه مع هذا شو اسمه، فبضل ثابت دائما السايز. is full تتأكد إذا الستاك كان مليان. قبل شوي شفنا إحنا كيف الستاك تبعنا كان مليان زي هيك، هيك بهاي الحالة is full بترجع true لأنه بكون الكاونت بيساوي السايز، وبكون التوب على آخر element برضه بيساوي السايز. هسا عندي مثلا هون get count، هاي بترجع لك عدد ال elements الموجود عندك بالستاك.
وفي عندي فانكشن برنت شغل كتاب. مش احنا اتفقنا مع بعض انه هذا شو اسمه الستاك احنا عملنا له implementation using array، فعادي بنطبع الاري بشكل طبيعي. كيف نطبعها بشكل طبيعي؟ بس نختار الاندكس الصحيح. فعندي هون مثلا ببرنت شو بعمل؟ بروح يخزن في اول قيمة i، اول i بده اول element بده يطبعها، بخزن فيه count ناقص واحد. ليش count ناقص واحد؟ يعني هون مثلا عندنا الكاونت 5، 5 ناقص واحد 4، 4 اللي هو اخر element، فهو ببلش يطبع لك من اول element. هو هون بحكي لك the stack element number. هون مثلا اذا هون أربعة، هاي القيمة أربعة، فهو راح يحكي لك إنه هاي الإليمنت الخامس، لأنه فعليا عندك خمس إليمنتس، فهو طالع لك قيمة الإندكس مع زائد واحد عشان يحكي لك إنه هذا والله الإليمنت الخامس الموجود عندك في الستاك. بعدين بتطبع لك قيمة هذا الستاك اللي هو الستاك اللي هو بتطبع لك قيمة هذا الإليمنت عفوا اللي هو الإليمنت at the top. بطبع التوب، بعدين بطبع البعدي، بضل ينزل زي ما احنا شايفين هون. طبعا هو هون كأنه ماشي في أري طبيعية، هاي الاشي ما بتقدر توصل له للمين. راح نتعرف كمان شوي كيف ممكن نعمل فانكشن برنت من المين لو ما كان عندنا فانكشن برنت هاي المعرفة. تمام. هسا عندي فانكشن بوش. بوش شو وظيفتها؟ اول اشي تتأكد انه هاي الري مش فل، لانه اذا كانت فل راح يحكي لك والله اوفر فلو. ليش؟ شو يعني اوفر فلو؟ يعني ما بتقدر تضيف اليمنت لانه هي اوريدي فل هاي اذروايز. بسمح لك تدخل على هاي الاف ستيتمنت اذا ما كانت فل، بيروح بضيف قيمه الاليمنت اللي انت بعت له اياها كباراميتر على الكاونت، بعدين بيعمل بوست ادينج، يعني بزيد واحد على قيمه الكاونت بعد ما يضيف الاي في الاندكس رقم كاونت. يعني هو بالاول بخزن الاي في الاندكس كاونت، وبعدين بضيف قيمته، بضيف له على الكاونت، بضيف له بلس بلس عشان الكاونت زاد اليمنت. طبعا عندك ستاك بوب، شو وظيفتها؟ انه يدخل على هاي الفانكشن يتاكد بالاول انها مش فاضي، لانه اذا كانت فاضي ما في داعي انه يطبع اصلا. بعدين بيروح بحذف اليمنت، بيعمل كاونت ماينس ماينس، بحذف الاليمنت ات ذا توب، بس ما بقدر يحذف من اي مكان، بس فعليا هو بحذف الاليمنت ات ذا توب. فلما نكون قللنا الكاونت بقيمة واحد نكون نزلنا التوب لتحت وحذفنا الاليمنت الموجود في اول واحد. طبعا عندي فانكشن توب، شو وظيفتها؟ احنا اتفقنا انه بتقدر تعمل اكسس للاليمنت اللي بيكون موجود على التوب اوف ذا ستاك. فهذا الاليمنت هاي وظيفتها الفانكشن انها ترجع لك قيمة هذا التوب، فبتروح ترجع لك الفاليو تبعه. كيف عرفنا انه التوب؟ لانه هسه مثلا عندي هون كاونت ماينس 1، كم الكاونت عندي هون؟ 1 2 3 4. بس انا بدي اعرف الاندكس تبعه عشان ارجع لك الفاليو، لانه الاندكس هون 3، فراح يحكي لك كاونت ناقص 1. ليه 4 ناقص 1؟ 3، الاندكس تبعه 3. فروح اطبع لي الستاك اليمنت الموجود في الاندكس رقم 3، راح يطبع لك هذا العنصر. هاي وظيفة الفانكشن توب. وشو اسمه، وعندي search function وظيفتها برضو نفس الفور لوب موجودة في البرنت هون، نفس الطريقة بيمشي، بس الفكرة انه بقارن الاليمنتس عشان يتأكد انه الاليمنت اللي انت بعت له اياه هل هو موجود ولا لا. فاذا كان موجود راح يرجع لك الاندكس تبع هذا الاليمنت، اذا ما كان موجود راح يرجع لك سالب واحد، انه يعني بما معناه انه مش موجود. الستاك يا جماعة في له ابليكيشنز، خلينا نتعرف عليهم عشان الفيديو الجاي ناخذ مثال. فعندك هدول الابليكيشنز كلهم مع بعض، راح اكبر الشاشة شوي عشان انت تقدر تقرأهم، ومهم انك تحفظهم، ممكن يجي عليهم اسئلة بالامتحان انه شو هل هذا الاشي بارد انك تستخدم له ستاك ولا اشي تاني، ليست او كيو مثلا. الفيديو الجاي راح ناخذ مثال عملي احنا مع بعض، وفي معلومة كمان مهم انه نعرفها انه الستاك ماشي على مفهوم last in first out، يعني زي هيك هذا last in اخر واحد دخل هو اول واحد بيطلع، عكس الكيو اللي اخذناه بالفيديو الماضي. الكيو هذاك first in first out، كان فعليا زي طابور، زي طابور اول واحد بيجي هو اول واحد بيروح، هذاك بالكيو، هذا شو اسمه بالستاك last in first out ليفو بنسميه.